انه ناس كتير جدا بتقول لك انا الحمد لله ممكن اكون يعني بأدي الفرائض، في بعض الناس تانية تقول لك يعني انا عارف ان انا مقصر شويه، بس يعني هل بالطبيعي وهل بالالزام اللي يقرب من ربنا هو اللي يكون انسان سعيد في حياته، وازاي يكون شخص قريب من ربنا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين. أولا، معنى في المسألة قطبي، أو إن شئت قلت يعني هو يعني عمدة الحديث هو الله سبحانه وتعالى الذي نتحدث عنه، فلابد أن نعلم من هو الله سبحانه وتعالى حتى نقترب إليه، من هو المرجوب الاقتراب منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المالك، هو من أوجد هذا الوجود بما فيه أنا، فأنا جزء من هذا الوجود الهائل الواسع الذي أنا فيه لا قيمة لي، أنا فيه لا شيء في هذا الكون. ولكن هنا نأتي إلى المفتاح، مفتاح هذا الوجود ومفتاح هذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رضوها. تمام، ما هي التحية المتبادلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ أنا حييت الله سبحانه وتعالى بعظمة قدسيته والإيمان به. فبأي شيء يحييني؟ يحييني بأن يعطيني مفتاح القرب إليه. ما هو مفتاح القرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن استغفرته غفر لي، إن ذكرته ذكرني، إن نصرته نصرني. إذن البداية مني أنا، ما المفتاح؟ أنا الذي أحدد متى يذكرني الله سبحانه وتعالى. وذلك سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: متى يذكرك ربك؟ قال: أنا أعلم ذلك، إن ذكرته ذكرني. فأنا معي مفتاح القرب الله سبحانه وتعالى، لأنني حييته أولا، فحيان سبحانه وتعالى بأن أعطاني مفتاح القرب إليه سبحانه وتعالى، وهو أنني الذي أحدد متى أقترب ومتى أبتعد، متى يذكرني الله سبحانه وتعالى ومتى لا يذكرني، متى أكون في معية الله سبحانه وتعالى ومتى أكون بعيد. ولذلك هنا نحدد، لن نقول افعل 1 2 3 4 تقترب من الله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا لسنا على مسافة واحدة من الله سبحانه وتعالى، منا القريب ومنا البعيد، ومنا البعيد جدا ومنا القريب جدا، فكل واحد منا له أعمال تقربه المسافة المتبقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى.